ما معنى الحب في الله؟ وما حقيقته؟ وكيف يكون؟ وما علاماته؟ وكيف يكون إذا تبين لأحد أنه يحب شخصا لله، فهل يخبره أم لا؟ وما أهمية ذلك؟ جزاكم الله خيرا. الحب في الله أوثق عرى الإيمان كما جاء في الحديث. الحب في الله أن يحب الشخص لا يحبه إلا لله، لا يحبه من أجل طمع دنيوي أو من أجل قرابة بينهما فقط، وإنما يحبه لأنه مطيع لله ولرسوله، فيحبه لأن الله يحبه، فهذا من أوثق عرى الإيمان. وإذا أحبه فإنه يخبره بذلك، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان يحب أخله في الإسلام فإنه يخبره بذلك، ويقول المخبر أحبك الذي أحببت به. وهذه علامة طيبة في المسلمين، الحب في الله والبغض في الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا.